بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في هذه الآية الشريفة، الآية سورة الزمر 53-54، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلامنا كلمة جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل أن الشرك بالله ذنب أم لا؟ الشرك بالله من أكبر الذنوب، يقول الفقهاء أكبر الذنوب الشرك بالله من الكبائر. إذن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لحد الآن الشرك شنو؟ مغفور. واضحة هاي السنة حد الآن لهذه الآية، لو احنا وهذه الآية الشرك مغفور. نجي للآية الأخرى، آية من سورة النساء آية 48، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه مو رواية، هذه آية. إذا عندنا آيتين، الظاهر من الآيتين تعارض، متعارضات. وحدة تقول لسانها تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب، إذا الشرك مشمول بهذه الآية. الآية الثانية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شلون نجمع بيناتها؟ الجمع البسيط الذي ما يقبلوه علماء، ما يقبلون ذلك. يقولون واحد مو يعرف اللغة العربية، بعض أقوى من هذول اللي تو يتعلم يعرف اللغة العربية، إذا كان في أفهم القرآن مو هيك. هيك حالات شو تسوي؟ الجمع البسيط إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك. ليش يا بس استثنيت الشرك؟ بس خلي بالكم ليش استثنيت الشرك؟ يقول لأن اكو آية أخرى تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا كل الذنوب مغفورة ما عدا الشرك، لأن اكو آية تقول الله لا يغفر. هذا الجمع ما مقبول، مو صحيح. ليش مو مقبول؟ هسه خلنا أبين لك الجمع الصحيح، بعدين أبين لك مو صحيح لو مو صحيح، وما بيقبلوها. توجهت للجمع شلون؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، استثنينا من الجميع الشرك، لأن اكو آية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الجمع الصحيح شلون؟ الجمع الصحيح يبقون جميعا على وضعها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقوها على وضعها. اثنين الآيات يبقوهن على وضعهن ويوسطون التوبة بيناتهم. إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة. فبقى الآيتين على وضعهن على ظاهرهن، ماكو تعارض بيناتهن، بس وسطوا التوبة، لأن قام الدليل، انتبه، قام الدليل على أن التوبة تغفر جميع الذنوب حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الجمع الصحيح، وهذا بحث يعني استدلالي يسمونه في تعارض الأدلة، أدلة الفقهية قد تتعارض. واحدة من الأدلة القرآن الكريم، هذه الآية تعارض هذه الآية، أكو حل للتعارض. إذا ما أكو سبيل للتعارض يقولون الآية الثانية حاكمة على الآية الأولى. شلون حاكمة؟ يعني تقول جميعا ما عدا التوبة مثل الجمع الأول، بس هذا ما يقبلوه علمانا. الحل الثاني هو المقبول وهو الصحيح، إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، أما مع التوبة
الله يغفر أن يشرك به. هذا الكلام كان في ما تقدم يعني إحنا هذا بس هذا التعارض ما ذكرنا ذاك. نجي إلى أكو أمور يجب أن نبحثها. إحنا يعني إحنا كلامنا أصل كلام في رحمة الله. رحمة الله، الله خلق هذا الكون وخلق البشرية مو الهدف الانتقام ولا الهدف أنه يذبهم جهنم ولا شيء. شنو خلقهم؟ قد واحد يختاروا الله سبحانه وتعالى خلق هاي البشرية، وهاي البشرية ثلاثة أرباعها والأغلبية هي ضالة، إذن هاي البشرية المفروض شنو؟ تروح بالجهنم. هذا مثل ما واحد يجي إلى قرية ويفتح له مدرسة بيها وهو على يقين أن هاي المدرسة إذا فتحها 99% من طلاب المدرسة شنو؟ يسقطون، يسقطون ما يدرسون ولا يحضرون، واحد بالمئة ينجح. إذا هو عاقل يفتح مدرسة لو ما يفتح مدرسة؟ مفروض يفتح، مفروض. مو تكليفة إنه الأكثرية ماشيين أعوج، تكليف الواقعي إنسان يشعل نور. الله سبحانه وتعالى خلق هاي البشرية وفتح لهم أنوار هداية وفتح لهم أبواب رحمة. من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى الثوب، واحدة من أبواب، واحدة من أبواب. أكو رحمة متعلقة بالمشيئة، هذا يجي بحث. أكو رحمة متعلقة بدون توب، مشيئة الله تقتضي أن يرحم بالبشرية. أكو من أبواب رحمة الله الشفاعة، ولو بعض المذاهب ما تقبله، وهذا من سوء حظهم ومن سوء عاقبتهم، لأنه الإنسان يوم القيامة محتاج إلى شفاعة أهل البيت. وإذا نتنزل عن مذهبنا، ماكو واحد يوم القيامة ما محتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. فإذا وحدة من أبواب رحمة الله هذا بحث التوبة، وهذا البحث يستغرق، ياخذ من عندنا فترة طويلة من الزمن لعدة أسباب. السبب الأول أنه إحنا بحوثنا غالبا تكون متقطعة، وأغلب المحاضرين هم يعني فنضطر كثير من الأمور. بعض الأمور استدلالي مثل ما هسه ذكرناكم، هذا بحث استدلالي، بحث يعني علمي يسمونه. أذني ما يصير نقفر، ليش؟ لأنه حتى الإنسان الذي هو ما مبتدي بالاستدلال لازم يصير عنده شنو حصيلة معينة شلون يجمع بين آيات، يصير عنده في الفكرة يعني ولو بالجملة. هذا الشيء الآخر. بعدين أكو أدلة، أكو دليل مثل هاي الآية نستفيد منها في هذا البحث. نجي إلى بحث آخر في نفس التوبة، نحتاج نفس الدليل، نفس الرواية، نفس الآية نستدل بها. فقد يكون المستمع يصور أنه هذا الكلام تقدم ومتقدم. الدليل نستفيد به، نفس الدليل أخذناه في موضوع معين نفسه راح نجيبه في هذا الموضوع. فالدليل هو نفسه ولكنه البحث يختلف، موضوع البحث يختلف. الآن بحثنا ما هي ضرورة التوبة؟ هل أن التوبة ضرورية أم لا؟ التوبة كلش ضرورية، جدا ضرورية. ليش؟ واحدة من عندهن هسه ذكر أكبر الذنوب وهو الشرك بالله من كبار الذنوب بالتوبة يغفر، فكيف ببقية الذنوب؟ إذن الإنسان محتاج لمن؟ إلى التوبة. العلماء من يجون إلى هذا البحث يدخلون بتفصيلات كثيرة. واحدة من التفصيلات اللي يدخلون بها يدخلون في فلسفة الإيمان. هذا الإيمان بفلسفة، يعني شنو فلسفة؟ يعني هدف. ما معنى الفلسفة؟ كل إنسان بهذه الحياة، كل إنسان مؤمن، شوف، كل إنسان مؤمن عندما يعبد الله عنده هدف. هذا الهدف يسمونه فلسفة شنو؟ فلسفة الإيمان. نجي إلى أدنى درجة من الإيمان، أدنى درجة وأقل درجة من الإيمان، من يعبد
من يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من النار وطمعا في الجنة. هذه فلسفة، وهذه أغلبية البشر مهتمين بها. العبادة فلسفة عبادته، يصوم في شهر رمضان، يصلي يومية، يصلي صلاة الليل، يؤدي خمس، زكاة، حقوق الله، كلها يطيها. ولكن كل هذا العمل بهذه الكمية وبهذه الكثرة هو الهدف أن يتخلص من النار ويحصل الجنة. هذا الهدف، هذا فلسفة. طبعا هذا أضعف الإيمان يسمى. فالذي هذا الهدف ماله، لماذا تكون التوبة ضرورية إليه؟ ليش؟ ليش تكون؟ لأن التوبة شنو؟ السبيل الوحيد المضمون. أكو طرق أخرى للإنسان الغير مؤمن، للإنسان العاصي، أكو طرق يمكن بهذه الطرق يوصل إلى الجنة، يتخلص من النار، من هذا الطرق. ولكن ذن الطرق ما عدا التوبة مو مضمونات، قد يحصل الهن وقد لا، قد وقد لا. أما التوبة، لماذا تكون التوبة مضمونة إذا الإنسان اتخذها؟ للإنسان الذي مؤمن يريد جنة، يريد يبتعد عن النار، ليش تكون مضمونة هاي التوبة؟ لماذا تكون مضمونة إلا بفلسفة إيمانها به؟ ليش؟ الجواب آية قرآنية تقول إنما التوبة على الله. على تفيد الوجوب، يعني التوبة أوجب الله على نفسه قبول التوبة، إيجاب. هذا الإيجاب الله مو يغفر للما يغفر، كيف؟ ولكن عندما نزل القرآن قال إنما التوبة على الله أوجب التوبة على نفسه، إذن التوبة السبيل الوحيد، الوحيد خلي عليه، السبيل الوحيد المضمون. أكو سبل أخرى للعاصي يمكن يتخذها، بس يمكن يحصلها ويمكن ما يحصلها. شنو الدليل؟ أنا يمكن أخذ بس هذا الأدلة وأنهي الحديث. شنو الدليل على أن التوبة طريق مضمون؟ قلنا هاي الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. النساء آية 17. زين الطرق الأخرى ليش مو مضمونة؟ بس خلي بالك محمد، الطرق الأخرى قلنا التوبة مضمونة لأن الله أوجب على نفسه قبول التوبة بآية قرآنية، مو حديث حتى نقول سنده مو صحيح، آية قرآنية. الطرق الأخرى ليش مو مضمونة؟ هم قرآن وهم هو القرآن راح يقول لك مو مضمونة. شنو؟ واحدة من طرق التوبة المغفرة العامة. الله سبحانه وتعالى عنده غير طريق التوبة، عنده مغفرة عامة. شنو هي المغفرة العامة؟ رحمة الله. رحمة الله يقول ينشرها يوم القيامة لشدة كثافتها وقوتها، يقول حتى إبليس الذي عنده خبروية كبيرة بالحياة في إضلال البشرية يطمع. إذن هذه المغفرة واحدة من السبل، ولكنها مو مضمونة. ليش؟ معلقة على المشيئة. الله علق المغفرة ما عدا التوبة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المغفرة بدون التوبة متعلقة على مشيئة الله، مو مضمونة مثل التوبة الذي الله أوجب على نفسه قبول التوبة. زين شفاعة الشافعين، طبعا شفاعة الشافعين قد واحد يسمعها بناء بس المعصوم، بس المعصومين يشفعون، الدائرة أوسع. القرآن يمكن أن يكون شفيع، يمكن القرآن يكون شفيع للإنسان،
لشدة حب القرآن، قراءة القرآن، عمل بالقرآن يكون شفيع. قد تكون أعمال أخرى حسنة يؤديها الإنسان تكون شفيعة إلى يوم القيامة. قد يكون مؤمن، يقول أكو رواية مضمونها، يقول لو جون هذا العبد الذي استشهد بين يدي الحسين أراد أن يشفع إلى قبيلة ذاك الوقت مضر وما دي قبائل معروفة بالكثرة، يعني دليل على الكثرة، يقول له أراد أن يشفع، يشفع الله يعطيه الشفاعة، يقول له اشفع وهو جون. فالقضية الشفاعة شفاعة أئمتنا، شفاعة المؤمنين، شفاعة القرآن، ذني كلهم شفاعة الشافعي. ولكن هذه الشفاعة، بس خلي ندخل رأيك، هذه الشفاعة مو مضمون الطريق مالها. ليش؟ لا يشفعون إلا لمن شنو؟ ارتضى. لا يشفعون، أي شنو لا يشفعون؟ من هما؟ مخلوقات الله، سواء كان قرآن، سواء كان نبي، سواء كان أي شخص، هاي الواو لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يشفع ما يخالف، ولكن برضاية الله متعلقة لمن ارتضى. لذلك يقولون في تفسير هاي الآية، احنا مو بحثنا تفسيري، بس في تفسير هاي الآية يقولون الارتضاء معنى الارتضاء العقائدي. يعني هاي الآية الذي عقيدته فاسدة أصلاً مداخل وين؟ في الآية. صاحب العقل سدوها، صاحب العقيدة الفاسدة مو العاصي. اكو فرق بين واحد عاصي عقيدته صحيحة، عقيدته صحيحة عاصي. اكو واحد نام عقيدته فاسدة حتى لو عنده أعمال حسنة ما تشمل الشفاعة، لأن ارتضاء الله لا يصح إلا بالعقيدة الصحيحة. لذلك المخالف لولاية علي بن أبي طالب، هاي الآية مشهورة انتهت، مو حكيها، مو حكيها، مو أنا أقولها، أكو أدلة بها، بس مو بحثنا، هو بحث تفسيري. لا يشفعون إلا لمن ارتضى بها شيئين. الشيء الأول أن الشفاعة مرتبطة بالارتضاء العقائدي مو الارتضاء العملي، هاي وحدة. والشيء الثاني الشفاعة ما عدا التوبة متعلقة بمشيئة الله، بمرضات الله. هيك يقول. هذا ايش قد صار؟ التفت إلى هذه الآية، ذيك الآية الأنبياء 18، ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سورة طه 109. معناتها شنو؟ الشفاعة مشروطة برضا الله إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ومرضات. بينما هاي اللغة وهذا اللسان ما موجود بالتوبة، التوبة لا إجابة، بينما هاي الناس تكون مشروطة. الآية سورة يونس 3، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني من بعد إذن الله الشفاعة ما تتحقق. إذن الشفاعة أيضا مشروطة، مشروطة من النتيجة، مشروطة مو مثل ذيك إنما التوبة على الله. فرض سورة 7:23، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الشفاعة أيضا شو تكون؟ مشروطة. سورة النجم 26، وكم من ملك في السماوات لا تغني. محمد خلي بالك، كم من باب